قلق أوروبي من سرقة بوتين للدي إن إيه. هو في المغرب شاب يتزوج فتاتين في نفس اليوم والحفلة، وتعويض خرافي من شركة بريطانية بسبب انقطاع الكهرباء. أهلا بكم. طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطويلة العريضة عادت للأضواء مجددا اليوم مع أول لقاء له مع مستشار ألمانيا أولاف شولز. الطاولة هذه كانت لو تتذكروا مشاهدينا من أسبوع أيضا محط جدل واسع وسخرية على مواقع التواصل بسبب حجمها الكبير اللي بيمتد من 4 ل 6 أمتار، ووقتها ناقشنا الموضوع اللي استلمته السوشيال ميديا. طيب زي ما قلنا، فشولتز مو أول واحد يجلس على الطاولة الشهيرة مع بوتين، فسبقوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحينها وضح الكرملين أنه ما عنده اعتراض على رفض ماكرون عمل اختبار كورونا في روسيا، لكن في مقابل هذا هم كمان لهم الحق أنه يخلوا في مسافات أمان بطول 6 أمتار بينه وبين بوتين، حفاظا على صحة الرئيس الروسي وخوفا عليه من العدوى. اليوم المستشار الألماني الجديد قرر يتدارك الموقف ويبعد عنه الإحراج اللي صادف ماكرون، فقبل ما يطلع من ألمانيا قدم 3 فحوصات بي سي آر سلبية مع 50 شخص من وفده ورجعوا في روسيا. طلبوا أنهم يعيدوا الفحص، بس يبدو أن شولتز كان مثل ماكرون ما هم أمن للروس، فقرر يعمل الفحص في السفارة الألمانية وعلى أيدة طبية ألمانية وكمان بجهاز فحص ألماني. طيب ليش شولتز وماكرون خايفين لهذه الدرجة واختاروا إجراءات التباعد الصارمة بدل ما يجلسوا على طاولة معقولة يعني وهم مرتاحين في الكلام؟ السر وراء هذه الطاولة كان كالتالي: ممنوع أحد يقترب من بوتين بدون ما الكرملين هو اللي يكون عامل الفحص. لكن مصدر قلق المستشار الألماني من هذا الفحص سبق وكشفته وسائل إعلام فرنسية، وقالت إنه ماكرون رفض قاطع إنه يفحص في الكرملين، لأنهم ببساطة بيضربوا عصفورين بحجر واحد، الأول سلامة رئيسهم، أما الثاني وهو بحجة الكورونا إنه يسرقوا الحمض النووي الخاص فيه مثل ما جرى مع وزيرة الخارجية البريطانية. وهذا الكلام مو كلامنا طبعا، لكن ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية من يومين، وزعمت أن وزيرة الخارجية البريطانية قدمت على الأغلب حمضها النووي خلال زيارتها إلى روسيا وقت فحص الكورونا. بس على فكرة التلغراف رجعت ومسحت المقال بعد ما كان خلاص انتشر، ومن بعدها صاروا مواقع عالمية يتداولوا الخبر. عموما صحيح المقال المسح ولقاء ماكرون عدى عليه أسبوع تقريبا، لكن موجة السخرية على الطاولة رجعت من جديد، خاصة مع زيارة شولتز اليوم لبوتين وظهور الطاولة نفسها وتكرر قصة الفحص. فالآن الناس بتتساءل إيش ممكن يعمل بوتين بالدي إن إيه، وهل ممكن يسرقه مثلا، ولي كل هذا الرعب والقلق من تفاصيل الفحص؟ من لندن ينضم إلينا الدكتور أحمد عجاج، أستاذ وباحث في العلاقات الدولية. أهلا فيك معنا دكتور أحمد. مين اللي معاه الحق في أنه يعند بوتين والكرملين ولا قادة أوروبا؟ أهلا بك وبالمشاهدين. طبعا كلاهما معهم حق، يعني الرئيس ماكرون من حقه، وهذا هو البروتوكول، أن لا يخضع لإجراءات تعرض أمنه وسلامته وسلامة بلده، لأنه هو يمثل بلد كفرنسا. وكذلك من حق ماكرون أيضا أن يفرض البروتوكول الذي يراه ضروري لحماية نفسه، لكن شرط أن لا يبالغ، يعني المسافة 6 أمتار كبيرة جدا، والبروتوكول لا يفترض ذلك من الناحية الصحية. لكن المسألة جد خطيرة بالفعل، لأن الحصول على حمض النووي ومعلومات عن صحة الرئيس مهمة جدا. دعني أعيد لك كمثال واضح كيف يكون مهما. نعم. يعني ساندي تايمز نشرت تقريرا كبيرا نقلته عن أجهزة مخابرات، أنه عندما زار حافظ الأسد الرئيس السوري الأردن عند وفاة الملك حسين، جلالة الملك حسين،
استطاعت أجهزة المخابرات الإسرائيلية الموساد أن تحصل عن طريق تركيب يعني في المرحاض قوارير معينة، استطاعت أن تحصل على البول للرئيس حافظ أسد، ومن هذا البول استنتجوا أنه مصاب بالسكري ومصاب أيضا بمرض السرطان وتعرض لجلطة قلبية، وقالوا أن هذا يعني أن لديه أعياما معدودة لكي يعني يموت، أي أنه في وقت مستعار. لذلك وضعوا تقرير كامل لرئيس الوزراء باراك آنذاك أنه يجب أن يسرع في التفاوض مع الرئيس حافظ أسد لأن وقته قصير، وبنفس الوقت يعني قالوا أنه لا يستطيع يعني أن يجلس في التفاوض كثيرا أكثر من ساعتين، وهذا مهم جدا يعني من الناحية المعلوماتية، أي أنهم استطاعوا من خلال هذه المعلومات أن يعرفوا كيف يتحاورون مع الرئيس، متى يتعب، وأنه بالوقت ذاته ماذا سيحدث، هل بعد موته، وقالوا أن سيحدث هناك اضطرابات في سوريا، إذن هم يستعدون للأمر، ولذلك معرفة الحمض النووي خطير جدا، وبالتالي يعطي الطرف الآخر يعني معلومات تجعله في موضع أقوى في المفاوضات. إيه طيب الآن يعني فهمنا أنه ممكن ليش يكونوا خايفين الجانب الأوروبي، طيب الجانب الروسي ممكن يستفيد من هذه المعلومات، بس كأنه كمان حاطين زي هالة أو بابل كده لحماية بوتين، هل هم خايفين ولا هي حركات كده لإحراج الطرف الأوروبي؟ نعم هم خايفين أيضا، هناك بالبروتوكول ما يسمى imperial bubbles يعني تحصين الإمبراطور، بمعنى أي شيء يعرض سلامته سواء كانت معلوماتية أو صحية أو خطر أو يجعله غير مرتاح لا بد من معالجته وحمايته، ونحن نعرف عن الرئيس بوتين أنه يعني في 70 من عمره ويهتم كثيرا بصحته، وهو في عداء أيضا مع يعني مع الغرب الآن، في حملة بينهم وبين الغرب، فهو يعرف قد يقول إذا وضعت يدي مثلا وسلمت على الرئيس وبعدها قد يذهب ويعرف يعني أشياء عن يدي، كل هذه الأمور قد تخطر على البال، لذلك يحاط الرئيس بمعنى بسور لا أحد يستطيع أن يدخله لأنه يمثل يعني منعة للدولة، وصحته ومعلومات عنه هي صحة الدولة والمعلومات عن الدولة، من هنا جاء التجديد. طيب الآن شفنا الموقف الأسبوع الماضي اللي كان مع ماكرون، وكان فيه كثير تعليقات على الموضوع وكيف مشي قبله والكلام هذا كله، الآن مشهد الطاولة بيتكرر مع المستشار الألماني، هل هو برضو كمان غير موضوع أنه كورونا والأمور هذه كلها برضو في رسالة استقلال كمان ورسالة أنه أنا أيضا قوي؟ نعم هذا مهم جدا طبعا، يعني هناك يعني أقوال تقول أنه أيضا من معرض أنه أنا الذي أفرض الأمور وأنا الذي يعني أضع القوانين التي يمكن أن تتفاوض معها، وهذه من الناحية النفسية مهمة جدا، والدليل على ذلك أن هناك رؤساء آخرون زاروه يعني بعد زاره الرئيس الكازاخستاني مباشرة بعد ماكرون بثلاثة أيام، وجلس الرئيس ماكرون معه على الطاولة وتناولا القهوة وصافحه وحضنه، بينما عندما جاء الرئيس ماكرون لم يفعل ذلك على الإطلاق، يعني هذا يدل على أن الرئيس بوتين يعتبر الرئيس الكازاخستاني مثلا هو صديق حميم، وبالتالي يعني ليس ضرر منه. بالطبع الرئيس الكازاخستاني حسب ما يقول الروس أنه قبل بالفحص النووي، لكن الرئيس الكازاخستاني هو حليف، إذن الحليف يعامل بطريقة مختلفة والعدو يعامل بطريقة أخرى. والآن طبعا في موجة الزيارات الأوروبية لبوتين، فأمام العالم كلهم جايين عنده، هل هذه أيضا رسالة هو حريص أنه يعني يوصلها أيضا للعالم؟ نعم صحيح، يعني هذا ما يريد بوتين أن يفعله، هو دائما يريد أن يظهر للناس أنه القوي الذي لا يقهر، ونحن تحدثنا في الحلقة السابقة معك عن أنه يعني عندما يأتي مصوره يصوره في يعني صورا تثبت أنه رجل قوي يجلس مع الأسد أو يجلس مع النمر أو يسبح وصدره عاري، وهذا يذكرنا أيضا بصدام حسين وآخرون عندما كان يطلق النار، هذا لإعطاء صورة لشعبه وللعالم الخارجي أنه رئيس لا يقهر وقوي. طيب الآن حضرتك دكتور أحمد أستاذ وباحث في العلاقات الدولية ومارر عليك كثير أزمات وأمور، الأزمة الحالية لو نبغى نعطي علامة للطرفين مين اللي حنعطي له علامة أعلى في إدارة الأزمة والاستفادة منها حتى الآن؟ أنا أعتقد يعني الطرفان خسرا، يعني الطرفان يعني أوروبا ظهرت ضعيفة منقسمة
والولايات المتحدة الأمريكية ظهرت مترددة، وبوتين أيضا ظهر أنه عاجز عن فرض شروطه، والدليل أن اليوم يتحدثون على أنه يعني بدأ بسحب قواته. هذه كلها معركة الجميع خسر فيها والجميع ربح فيها، وأعطاء العلامات نتركه لمن هم أقدر منا في أعطائها. طبعا حضرتك يعني قدير، بس هذا تواضع منك، بس على العموم أنت رسبت الاثنين نوعا ما في الامتحان. حنشوف موضوع القوات وانسحابها وكل هذه الأمور كيف حتتطور، هذه الأزمة اللي ساعة عن ساعة بتفرق فيها الأمور. كان معنا من لندن الدكتور أحمد عجاج، أستاذ وباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك. في الوقت اللي سيرة أوكرانيا وتوقعات بوقوع حرب شاغلة المنصات، وزي ما شفتوا حتى في فقرتنا الأولى اليوم، رئيس البلاد نفسها وضع كل هذا الكلام على جنب، وتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر مقطع فيديو بيحتفل فيه بعيد الحب مع زوجته بقبلة وورقة ورد في بيتهم. هذا الفيديو الرومانسي اللي نشره ما كان مجرد تعبير عن حبه لزوجته، بل تحدي وإثبات من رئيس أوكرانيا أنه أولا موجود في البلد وما هرب زي ما بنقال، أو الكلام اللي صار بيتداول في الفترة الأخيرة أنه خرج هو وأهله، وثانيا بيأكد من خلاله أنه رح يواصل السعي لتحقيق هدفه والانضمام لحلف الناتو، وأيضا طبعا زي ما ذكرت مشاهدينا لنفي كل شائعات هروب عائلته حتى. Всім добрий вечір. 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні. Так, вітаємо всіх з Днем закоханих. Хочемо сказати, кохаємо одне одного, кохаємо Україну. أهلا من جديد. المنصات السودانية مساء أمس فعلت هاشتاغ طفل عربة النفايات، وانشغلت مع مأساة الطفل اللي اسمه مبارك ماجد إبراهيم وعمره 10 سنوات، ومأساته بدأت بعد ما علق في ماكينة السحب داخل إحدى عربات النفايات في مدينة الخرطوم بحري لأكثر من 7 ساعات. بالمناسبة حسب صحيفة سودانية، فالطفل علق داخل عربة النفايات أثناء عمله في جمعها، وقالوا أنه الطفل ما طلع لغاية فجر اليوم، وتأكد أنه خرج بعد ما استخدم الدفاع المدني آلات قطع كهربائية. وكمان نقلا عن الصحف السودانية، الطفل على قيد الحياة وتم تحويله للمستشفى لمتابعة حالته، وحاليا في مطالبات بمحاسبة محليات طبعا ولاية الخرطوم لاستخدام هالأطفال كعمال، وأيضا مناشدة وزارة العمل والمجلس القومي لرعاية الطفولة لحماية الأطفال بالتدخل طبعا. مغني المهرجانات المصري حمو بيكا في اليومين اللي فاتوا شغلت أزمته الصحية الجمهور، واليوم طلع بيكا في لايف على حسابه بفيسبوك ورد فيه على المتنمرين والساخرين من مرضه، وتساءل فيه يعني أنه تنمرتوا على صوتي وفرحي بس تتنمروا على مرضي كمان، وقال بكل الأحوال من عايب بشيء ابتلى فيه. مسحت البوست، فأنا مسحته عشان كمية التنمر. المرض عمره ما كان يكون فيه تنمر، ولما يكون واحد تعبان اللي احنا نقدر نقوله كلمة حلوة نقولوها.
طلع ناس غلطت فيا وقالت لك مش عارف ايه وربنا ياخده. يا عم انا لما ربنا ياخدنا هستريح والله، يعني انا لما ربنا ياخدنا انا هستريح من جوه مني، هستريح احسن ما اعيش مش عارف واخد حقي. شوف حياتك واجري ورا حلمك، وبلاش اللي انت تتنمر على الناس. يعني اجري ورا حلمك، استفدت ايه لما اتنمرت عليا؟ واستفدت ايه لما بتقعد تشتم؟ استفدتش حاجة. مستفدتش ايه بقى غير ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد قال عليا كلمة وحشة. في نفس الوقت برضو بقول ربنا يسامحكم ويهدي لك نفسك، يعني ربنا يهدي لك نفسك، عشان ان ده مرض، يعني ده كده كده مرض اللي عندك ده مرض. طبعا حمو بيكا كان ظهر في برنامج تلفزيوني وانهار من البكاء بسبب اختبارات نقابة المهن الموسيقية والصعوبة اللي بيواجهها في الحصول على ترخيص بالغناء ورسوب المتكرر في اختبارات النقابة، وأكد وقتها كمان أنه بيستعد لتحريك دعوة قضائية. وعموما بعد اللقاء نشرت صفحته الرسمية على فيسبوك صورة له وهو جوا المستشفى، واتضح بعدين أنه من كثر ما هو متضايق من الموضوع بعد العملية وقع من مدير أعمال ماله، أو بعد الحلقة عفوا وقع من مدير أعماله وهم جوا السيارة. وبالمناسبة مدير أعمال حمو بيكا كان يتكلم عن حالته الصحية وقال أنه مصاب بمرض نادر وهو كرون، ويحتاج لرعاية كاملة وحقنة كل 3 شهور ب 130,000 جنيه. هذا المرض خلى الناس تتساءل عنه وعن أعراضه وعن صحة موضوع تكلفته العالية من الناحية العلاجية. نحن تواصلنا مع المختص في الجهاز الهضمي الدكتور شريف الخياط علشان يشرح لنا أكثر عن مرض الكرون، وهو بدوره جاوبنا في هذا المقطع. هو إلى الآن مش معروف له سبب أساسي، لكن في دراسات أثبتت إن هو بعضه جيني، يعني بعضه وراثي، وهو أحد الأمراض المناعية، يعني بيصاب زي أي مرض مناعي آخر. هي المناعة بتهاجم الغشاء المخاطي للأمعاء وتسبب فيها التهاب، وبرضك ممكن يكون السبب فيروسي أو بكتيري أصاب القناة الهضمية والجسم تفاعل غلط وبدأ يعمل التهاب مناعي في جدار المعدة أو القولون أو الأمعاء الرفيعة، وهو غالبا في الأمعاء الرفيعة، نهاية الأمعاء الرفيعة وبداية الأمعاء الغليظة. أعراضه زي ما قلنا أنه ممكن يبقى فيه إسهال، فيه إسهال مدمم، فيه دم من البراز، فيه مخاط أو صديد يخرج مع البراز، وبيصاحبه بقى مع كده نقصان في الوزن، وتشخيصه دايما بالعمل مناظير وأخذ عينات وتحليلها باثولوجي. العلاج بتاعه كان قبل كده أدوية عادية، لكن الجديد من فترة من 15 سنة مثلا بدأوا يعالجوا بحاجة اسمها علاج بيولوجي. في بريطانيا بتواجه شركة نورثرن باور جريد للكهرباء انتقادات على السوشيال ميديا بسبب تأخرها عن تعويض المتضررين بانقطاع الكهرباء، ومفترض أن الشركة بتدفع عشرات الآلاف من الدولارات لعملائها من وقت ما انقطعت الخدمة في نوفمبر 2021، والسبب أنه وقتها كان في عاصفة ضربت البلد. اللي صار الآن أنه في شخص وصله تعويض خرافي، فالشيك اللي وصلوا مثل ما شايفين أمامكم الآن على الشاشة، المبلغ اللي مكتوب فيه بيتعدى 2 تريليون دولار. هذا الشخص المحظوظ هو جاريث هيوز، اللي الشركة عوضته لانقطاع الكهرباء عنه لمدة 3 أيام، وفعلا سبق وأرسلت له شيك بقيمة 135 جنيه استرليني. لكن الأخ وقتها المبلغ ما عجبه وشاف أنه نوعد بتعويض أكثر، وفعلا لما وصلوا المبلغ الجديد كمان برضو ما صدق وعرف أنه في شيء غلط. عموما متحدثة باسم الشركة وضحت الموضوع وقالت أنه المبلغ يعني خاص بأحد عدادات الكهرباء وتنقل بالغلط لناحية مبلغ التعويض، وبمجرد تحديد هذا الخطأ وقفت الشركة كل الشيكات اللي المفروض تنصرف للعملاء الثانيين، وهم 24 أو 74 شخص لغاية ما يحلوا أزمتهم.
نسير بالمغربي الشاب شاغل السوشيال ميديا المغربية بعد ما خطب فتاتين في يوم واحد، ومو بس خطبهم في نفس اليوم، لا، لكن عروستين كانوا جالسين مع بعض في نفس المكان وبيوافقوا عليه في نفس الحفل. هذا الحفل رصدته إحدى القنوات المحلية. طبعا أحب أقول لكم أنه من الآراء اللي جمعناها من السوشيال ميديا، فنصير حاليا في رأي البعض بطل وبيحيوه على اللي سواه، لكن في نفس الوقت في شريحة كبيرة بتهاجمه وبتقول أنه يعني بالغ كثير، حتى بالغ. حتى العروستين كمان ما سلموا من النقد، وفتيات كثار قدموا لهم نصائح بأنه ما يتورطوا في علاقة زي هذه وأنه ما يتزوجوا من نفس الرجل. لكن رغم كل هذا، الأطراف الثلاثة أكدوا أنهم مقتنعين بخطوتهم وأن اللي عملوه مو غلط ولا عيب. احنا وصلنا مشاهدينا لختام حلقة اليوم، انا اعود والقاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم مع مواضيعنا الجميلة دائما. في امان الله.